أصبح الطب التقليدي واقعا ملموسا لعلاج العديد من الأمراض، حيث توجد العديد من الصيدليات التقليدية بجانب الأطباء خاصة في دول غرب إفريقيا. ولأهمية هذا الطب في علاج العديد من الأمراض وبأقل التكلفة من الطب الحديث، فقد عدت الزميلة عائشة أحمد دقي الورقة التالية. قديما عرف الآباء والأجداد نوعا من العلاج لمختلف الأمراض والذي يطلق عليه بالطب التقليدي أو الشعبي، وهو عبارة عن مجموعة من المعارف والمهارات والممارسات القائمة على النظريات والمعتقدات والخبرات الأصيلة التي تملكها الأجيال وورثها عن سابقيهم من مختلف الثقافات، ويستخلص نتاجها من بعض أوراق الشجر وجذور النباتات. ولتبيين الكثير من الغموض في هذا القطاع العلمي، استطرد لنا الدكتور باي كريستين خميس بعض المعلومات التي يخفى عنها الكثيرون. في تشاد ريجون الأكر أو بيان بي أكر دا ناس لاما غيسو ميسيل ميديسين تراديسيونال بي أكر دا ديفلوبي كاتير و بي انا في تشاد ما غاي ديفلوبي ميسيل بي أكر و بي الأكر دا كان نادوم كان ماردان دا ليبيتال دا ميسيل ليبيتال انا اكوما غاي دا كولو نادوم ناس غيسو شوكول بي شادر دا كول مان غاي في جامبا ماردان كان فاتا راس انا ليبيتال دا كولو مان غاي ور غاي ريبيري نادوم دا ميسيل امسي في سنترال هناك دا مان غاي داوكي ومثل مردان أنا تيبويد دول مردان أنا باليو دول مردان أنا إيباتيت دول مثل سيدا الناس جاي ورودا كلو كان أنا نادو أسمانو مثل سيدا كل جاي نداو سيدا كل جاي نداودا أنكون ناس يقدر ورو كلام هوان كل في أورجانيزاسيون أنا أما مردان كتير لجاي نداو أما أسمانو سيدا كان أنا نادو ما في كلو ناد ناس المردانين دول دا كل يوم معلوم أن جاي سو تيمواج كتير في راديو كان أكون أسمع مثل شوكولا الناس دا جاي سودا شوكولا 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 أنا تشاتشو ناس ما في. يلتحق بعض هؤلاء الأطباء التقليديين إلى مؤسسات تعليمية لتلقي أسس وكيفية تكوين الدواء التقليدي، في حين أن البعض الآخر اكتسبه خلال متابعتهم لمن يفوقهم من أصحاب الخبرات والمعارف في هذا المجال. طب الوجل ده أنا شلته من جدي وهو قاعد بقالج فوق الناس فوق البيت وبرسلني أنا جيبي ده وجيبي ده وجيبي ده، خلاص يعني مرات يعني قاعد بوصيني يعني الدواء ده كي الزمن ده أمباكر بيجي كي وخلاص الدواء ده أمباكر بنفاكي ولازم أنت كلها أمباكر تداي فوق ناس كمان، خلاص يعني أنا كلها قريت قراية وقت قريت قراية كله هو ده ذاته يعني أنا مستمر فوقها، خلاص مرات ناس يجوني فوق البيت ونعالجهم تنين ثلاثة تنين ثلاثة من بعد ده ذاتك يعني الله أنتاني بعد ذكر شغل آخر في جسمي وقال نعالج فوق الناس كتير، لازم نعالج فوق الناس كتير كمان. جزء من فئات المجتمع يعتبر هذا النوع من الطب شيئا من الخزعبلات في تداوي بعض الأمراض خاصة المستعصية منها كالسرطانات وفقدان المناعة المكتسبة لإيدز وغيرها، بينما أثبت بعض الأطباء جدارتهم في مهنتهم وشهد عليهم مرضاهم. أنا أول مرة سيدا كرباني وبيوارا ده خلاص قاعد براجل، أنا أكدت راجل قاعد بيته ولقيت مران ده في الدي أنا وأكتي حبيرة أكتي صغيرة ورفقتي أنينا أربع ناس جينا لين شوية مكون باي شوية أنت تارو أربع ألف قام أنتاني شيا في كوف شرف ولكن مشيت بيت ده شيا ده شبت اللي جيت أقول رشة وورا مشيت فتش ده ستة ألف خمسة سبعة ألف خمسة ريال اللي جبتها أنت تعلم مكون باي شوية قام الدعواني. الصحة هي الثروة وللتوصل إليها صنع الله في كونه معجزة كبرى بحيث خلق لكل داء دواء من وحي الطبيعة والتي هي منبع للطب التقليدي وجذوره.